نعرف تعليق كابتن سعد الحفيظ مدير الكرة على النتيجة والأداء وهذا المشهد اللي ظهر بيه النهارده الأهلي في لقاء الذهاب. كابتن سيد، أعرف تعليق حضرتك على النتيجة والأداء و4-0 فيها طمأنينة ولا برضو لسه مباراة العودة ممكن يكون في كلام فالأهلي يستعد بشكل أفضل كمان؟ الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب. المباراة إلى حد كبير الحمد لله كويسة. كنت أتمنى إن يبقى في زيادة من الأهداف أكثر، لكن هي ده يعني الكورة ما فيهاش حاجة مضمونة أبدا. فاحنا النهارده الحمد لله رب العالمين لحد كبير الامور مقبوله ومعقوله، لكن هنخوض برضو المباراه الثانيه وانت اكنك بتخوضها اكنها المباراه الاولى، عايز تحقق فيها نتيجه كويسه يعني. النهارده خلاص اتقفلت الصفحه، عندنا مباراه ثانيه مع ام يوم الاحد ان شاء الرحمن قبل خطوه منانا الجابوني يوم 17 باذن الله. هم بعتوا لنا النهارده رسمي خلاص الميعاد هيبقى بتوقيت القاهره 4:30 3:30 في الجابون، 4:30 عندنا. فيا رب ان شاء الله نكون موفقين، لكن قبل خطوه منانا الجابوني عندنا خطوه انبي باذن الله. طيب، الخطاب اللي جالكم من الاتحاد الجابوني بخصوص موعد المباراه والمكان اقامتها، هتتلعب في الملعب اللي شهد افتتاح كاس الامم الافريقيه والنهائي في العاصمه ليبروفيل ولا في ملعب تاني؟ لا، هو الملعب اسمه الصداقه، هل هو ده ولا لا فمش عارف بالظبط، لكن هو نفس المباراه او الاستاد اللي خاض فيه منانا الجابوني مباراته مع بطل بوركينا فاسو. هو استاد كبير مش صغير يعني، فخلينا على حسب الجوابات الرسميه نشتغل عليه ايا كان الوضع وايا كان الملعب وايا كانت التوقيت. احنا رايحين اللقاء ومحددين هدف، يا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيه ونرجع باذن الله يعني باللي احنا عايزينه باذن الله. تصريحات قبل المباراة حذرتوا من قوة وصعوبة هذه المباراة، هل فوجئتوا بأداء فريق منانا؟ هل منانا صدم بشكل استاد القاهرة بحضور الجمهور ولا شفتوا أداء الفريق المنافس ازاي كمان في هذه المباراة؟ إن 4 في دور ال 32 نتيجة إيجابية جدا كمان بالنسبة للأهلي. خلينا نقول دايما أنت بتشتغل على الفرقة اللي هتقابلها أيا كان الدور وأيا كان التوقيت، لكن في النهاية أنت بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو العنصر الأساسي والرئيسي يعني. اللعيبة الحمد لله إلى حد كبير بتفصل ما بين المباراة والتانية او ما بين البطولة والاخرى يعني، وعارفين كويس قوي ان مباراة الذهاب والاياب بتبقى عكس واصعب من مباراة تجميع النقاط ممكن يعني تكسب، ده الهدف الاساسي، بتاخد 3 نقاط وبعد كده يعني بتحاول تجمع النقاط، عكس المباراة اللي فيها ذهاب واياب بتبقى محتاج ان انت تجيب عدد من الاهداف تريحك يعني. لكن يعني لحد دلوقتي برضه النتيجة الحمد لله كويسة، لكن هي مش اللي تخليك تبقى مستريح على اخر نفس يعني. فخلينا نتكلم بالواقع يعني، خلينا نتكلم بكل شيء ايجابي يعني. عدينا المباراة والشوط الأول زي ما أنت ذكرت في بداية مقدمتك، لكن عندنا مباراة إم بي وبعد كده هنروح للجابون بنفس الإصرار ونفس التركيز ونفس الجدية، ولا نأمل مكر الكورة يعني أو مكر المباراة اللي زي كده بشكل عام يعني. في تسديد ركلات الجزاء حصل النهارده تعديل في مين اللي بيسدد في الاولويه، بنعرفها منك كابتن سيد لان يمكن وليد دخل وبعد كده عبد الله كانت ضربه جزاء يعني عنصر فني بحت يعني، لكن خلينا نقول فيه وليد ما شاء الله بيشوط بشكل كويس، ما كانش موفق في اللي شاطها مش مشكله يعني الحمد لله. شكرا كابتن سيد.